عندنا قسم خامس، ظهر بعض الناس زمن المؤلف رحمه الله وقالوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال أنت تدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك؟ قال نعم. قال لا، هذا خطأ منك، لا يقع الشرك في الجزيرة العربية، إذا أردت أن تدعو للتوحيد أخرج خارج الجزيرة. وبعضهم قال له لا، الشرك لا يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نسمع؟ نسمع لهؤلاء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لا نسمع لهم، فنقول هذا الكلام لا نعرفه ولا نعرف الرد عليه، ونقطع بأن كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص بينة واضحة في الكتاب والسنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك في الجزيرة، والصحابة رضي الله عليهم قاتلوا أهل الردة أين؟ في الجزيرة، في الجزيرة العربية. ولو كان الشرك لا يحدث كان قتال الصحابة للمرتدين ليس بصحيح، صح؟ الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة يذكر أشياء في مؤلفاتهم يكون بها الإنسان صلى الله عليه وسلم مرتد ولو كان في الجزيرة. ما الفرق بين الجزيرة وخارج الجزيرة؟ وهم احتجوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا ما وقع في قلب الشيطان. هل ترك الشيطان إغواء الناس؟ لا. ثم أيس من الكل ولم ييأس من البعض، وأيس من المصلين، المصلي يعني موحد، أما غير الموحد لم يأس منه. إذن هذا الذي وقع في زمن المؤلف هذه الشبهة، فرد عليهم بماذا؟ بهذا البعض، وصرح جاء بآيات وأحاديث تدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة، نسأل الله عافية والسلام. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا، لا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. من هؤلاء؟ يهود ونصارى. هذه الآية الأولى. الثاني قال الذين، لا، الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم. الآية الثانية قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من؟ يهود. الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا في قصة أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الآيات الثلاثة ليس لها علاقة إطلاقا بأن الشرك يقع في الأمة. وحسن الظن في المؤلف أن هذا خطأ من بعض النساخ الذين نسخوا كتاب التوحيد وانتهى، صح أو لا؟ سبحان الله، ما يخطئ النساخ. طيب مؤلف يخطئ ما بإشكال، لكن الآن قلنا هذا خطأ من بعض النساخ. من يذكر لي ما علاقة الآيات الثلاثة؟ الآية الأولى في أهل الكتاب يهود ونصارى، الآية الثانية في اليهود، الآية الثالثة في أهل الكهف. والباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما العلاقة؟ ها يا شيخ متواضع يقول أكمل هذا الأخ يقول أكمل، يقول لي أكمل، أكمل ماذا؟ قال المؤلف حكيم فقيه بخاري هذا الزمن، ذكر الباب وذكر الآيات الثلاثة، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه
لتتبعن سنن، وفي رواية سنن من كان قبلكم. فإذا كان هذا قد وقع في الأمم السابقة وأنا سنتبعهم، إذا لابد يقع في هذه الأمة كما ورد في حديث أبي سعيد. ومن قال أنه ختم بعد موسى؟ هذا الذي يعرف. نعم، إذا كان في الأمة السابقة من يعبد الجبت والطاغوت، إذا لابد يكون في هذه الأمة من يعبد الجبت والطاغوت. كان اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بمن؟ بالمسلمين. قال لهم الله، يعني معنى الآية، من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات أو الذين سلموا منها؟ من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب. طيب اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم لا مسخ ولا غيره، صح؟ لم يكن فيهم قرد الخنازير، لكن ما استطاع أن ينكر هذا، لأنهم يعرفوا أن اليهود الذين سبقوا هؤلاء كان منهم قرد وخنازير. لماذا مسخ ونسوا عبد السلام قرد وخنازير؟ نكاية به، لأن الجزاء من جنس العمل. قال لهم الله قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا يغفر لنا خطايانا. قالوا حنطة. أمرهم الله يدخل الباب سجدا، دخلوا يسحفونه. فأقرب حيوانات شبه بالإنسان القرد. أول خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، لا يمكن نتغير عن هذا. لو تأتي مليون نظرية نكذب كلام رب العالمين، وهذا لا يقول أصلا الإنسان عاقل. فالله سبحانه وتعالى قال إذا تقول حطة مثل حنطة، وادخل الباب السجد دخل يسحفون، وكذا وكذا، والشحوم ويوم السبت وغير هذا، قال لهم كونوا قلدة، هل ترضوا بهذا؟ لم يرضوا. طيب هل القردة الموجودة اليوم بقيت أولئك الممسوخين؟ لا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، يعني لا تتكاثر. مفهوم؟ طيب، وهذا تحذير لنا من التحايل، من التحايل على الشرع والتحايل على أنظمة الجامعة الإسلامية. نعم. الثالث ما هو؟ الثالث ما هو الدليل يا أستاذ؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الحكام أو الذين لهم الرأي والمشورة. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يجعلوا على قبور هؤلاء مساجد. وإذا هذا فيه تحريم اتخاذ قبور الصالحين مساجد. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في إخبار وتحذير أن نسلك الذي سلك. إخواننا بعض الناس في هذه الأيام ينشر الشبه بين الناس ويكتب ويتبجح بأعلى صوت ويقول أجمعت الأمة على جواز دفن الصالحين في المساجد، ويحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عليه، نرد عليه كيف؟ نقول أنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليهم مسجدا، وأن المساجد لله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا آخر ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نصوص محكمة تتبع المتشابه. الثاني، من بنى المسجد؟ من الذي بنى المسجد النبوي؟ من؟ حي أو ميت؟ وقت بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو حي أو ميت؟ حي. موجود القبر؟ لا. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ لا، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وكانت قطعا خارج المسجد. تمام. عندما أدخلت الحجرات إلى المسجد، هل كان هذا إقرار من الصحابة؟ لا، أنكر من بقي من الصحابة، وأنكر من بقي رضي الله عليه، أنكر وأنكر من بقي من التابعين.
حتى الآن بعد دخول الحجرات إلى المسجد أنت ترى القبر. يا رجل لا أحد اسمع هذا الكلام، لا أحد يرى تربة القبر، بل لا أحد يرى الجدار الثاني. هذا الكلام كذب. ونقول صوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أمس قبر النبي بيدي صلى الله عليه وسلم، كذاب. بينك وبين القبر ثلاثة جدران، أنت الآن عندما ترى الرابع بل الخامس. حتى عندما يقول فتح الحجرة دخل، لا أحد يدخل يا أخي. يقول هذا الكلام ما أقوله أنا، يقول ابن القيم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري صنما، لا وثنا، لأنه وثن قل نعم، والصنم عبد من دون الله على صنم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله ودعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. واترك غير هذا، نعم هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دولة كذا من دولة كذا من الخلف، لكن لم يصلوا إلى أن يجعلوا القبر. يقول لم يسمع في التاريخ، هذا ابن القيم، لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يرى تربة القبر، مفهوم؟ نعم. وبهذا يزول الإشكال، يقول الإجماع كذا كذب وافتراء. بعد هذا